وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرات الجديدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت. كما وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التمويلية.